عايزه اسالك سؤال من واقع تجربتنا في هذا البرنامج. الستات ما بيعرفوش يكذبوا ولا بيعرفوا يكذبوا؟ لا بيعرفوا يكذبوا اصلا. انتوا مصوحينا بقالكم سنين. طيب طلبتيها ونلتيها، كذبتي كم مره وكذبتي في ايه؟ كذبت كم مره؟ لا بصي، يعني انا يمكن انا كشخص ما بيحبش الكذبه، بس بيعرف ايه يجيب لك المعلومه ايه بطريقه ملتويه كده. ايوه يعني احنا بنعرف نكذب، يعني ما نعورش. امتى اليوم اللي كذبتي فيه او ده كان خلي بالك بقى؟ بس ثانيه واحده، احنا بنعرف نكذب بس صعب نتفقس، بس هم بيعرفوا يكذبوا بس بيتفقسوا. اه طبعا، وده يثبت ان احنا اذكى فكشفهم. بس لا بصراحه، يعني كذبتي امتى؟ معلش بقى، كذبت امتى؟ امتى وفين وعلى مين وعشان ايه؟ بجد والله اعترفي. لا ما بص، انا عندي زهايمر، بس انا بلا يعني امتى اليوم اللي انت اضطريتي فيه تعملي في مدرسه على بابا وماما، على معز، على حد من صحباتك؟ يعني اكيد كان في لقطه اضطريتي. على احمد. مش هنقول له ولا هيشوف الحلقه. لا ما حدش هيقول. لا ما هو قاعد بيتفرج. انا عمري ما هي عمرها ما كذبت عليك يا احمد. لا بجد مش خالص، يعني ممكن يعني انت الوحيد. ممكن يعني مش كذب. لا هو في المدرسه، لا انا طالبه مثاليه طول عمري. لا ما باين ما شاء الله. لا واخده فوق ال 100% بس كده تمام. لو باخد الطالبه المثاليه ووشي كده الموضوع كبير يعني. لكن على كذبه ايه مش عارفه ايه، هو ما بتبقاش كذبه، هي بتبقى يعني تحويل. يعني احنا بنلف بس حوالين النقطه. او تحايل. التفاق. تحايل. حلوه التحايل دي؟ عجبتك صح؟ بس مش كلنا بنتحايل.